فيما يخص هذه اتفاقية إطار بين جامعة البوليدة واحد وكذلك مخابر الريحان بولاية الجزائر، تفضل. هو في إطار انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي جرى اليوم التوقيع على اتفاقية شراكة بين جامعة سعد دحلب البوليدة ومخابر الريحان الجزائر العاصمة، وذلك لتمكين الطلبة والأساتذة للتعاون مع هذه المؤسسة في عدة ميادين، أهمها استخلاص الزيوت النباتية وكذلك المواد الصيدلانية ومواضيع أخرى. هذه الشراكة سوف تمكن الطلبة من إجراء تربصات في هذه المؤسسة، كذلك سوف تمكننا من إجراء يعني مذكرات تخرج الماستر بالشراكة مع إدارة هذه المؤسسة، كما وأنها تمكن لأساتذتنا وباحثينا من يعني العمل في إطار مواضيع بحث مشتركة التي تهم يعني الاقتصاد الوطني.